إلهام، أنا عندي إحساس كده إن أنتي الأضحية، يعني كل الناس بتخاف من التشهير وبتخاف من الانتقاد، لكن أنتي كده عارفة مضحية بنفسك ومقدمة روحك كده على كفك وماشية بتقولي آرائك بكل قوة وشجاعة ومؤمنة بالحاجات. وآخرهم أنتي كنت في ندوة في حاجة من المراكز، أعتقد الكاثوليكية أو حاجة كده قبل بداية السنة، وقلت كلام مهم جدا. فأنت طول الوقت يعني شايلة روحك على كفك، ما بتخافيش؟ لا انا ما بخافش غير من ربنا، ولازم اقول قناعاتي، وانا بقول ان دي رساله كل واحد فينا، مش الهام بس، ان احنا نحارب الارهاب ونحارب التطرف ونحارب الناس اللي بيسيئوا لديننا، لان ده مش ديننا، ده مش الاسلام خالص خالص. وكل انسان محترم حر بيحب دينه وغيور عليه هيقول نفس كلامي، مش هيهاجمني، بالعكس اللي بيهاجموني هم اللي افكارهم متطرفه، هم اللي عايزين هذه الافكار الغريبه علينا جدا تسيطر عشان هم يبقى ليهم سطوه. فلا انا ما بخافش منهم خالص، واللي مكتوب هشوفه، يعني كل واحد. ايوه بس ليه انت اللي على خط النار؟ يعني انت اللي ليه في المواجهه؟ مفيش حد بيعمل زيك على فكره، يعني مفيش حد بيقول الاراء القويه دي، من اول ان انت مع التبرع بالاعضاء لفكره ان ليه فكرة خير جدا، دي فكرة خير جدا، واللي يحارب فكرة زي دي يبقى ما عندوش إنسانية. أنت بتنقذ إنسان من الألم، بتنقذ إنسان من الموت، ومش إنسان واحد، ده لو حد مات في سن يعني أعضاؤه لسه كلها سليمة يقدر ينقذ حياة 6 7 أشخاص، يقدر ينقذ واحد أعمى إنه يرجع يفتح ويشوف الدنيا. يعني دي فكرة إنسانية عظيمة، وكل الشعوب المتحضرة عندها، ده مش اختراعي ولا اختراع مصر، وبعدين ده قانون موجود في مصر وبقاله سنين لكنه لم يفعل، إن الشعب كان لسه ما عندوش هذه الثقافة والوعي. فعلينا إحنا لينا دور، يعني الفن والإعلام وكل المسؤولين، إن إحنا نوعي الناس فكرت فيها بهذه إمتى؟ القيمة الجميلة. يعني ده شيء الحقيقة جميل ومحترم، و يعني انك تساعدي الناس ترحميهم من أكيد الألم. أكيد. فكرت فيها إمتى الفكرة دي؟ ويعني إحنا عرفنا ليه، إمتى أخدت القرار؟ إمتى يعني بعد إيه؟ هقول لك، أنا من زمان الحقيقة وأنا بقول الفكرة دي، أنا بشكل شخصي بقولها فين؟ بيني وبين إخواتي، بيني وبين عيلتي كده في البيت، إن لما أموت أتبرع بكل أعضائي والكلام ده. ما كانوش بيبقوا مرحبين وكانوا بياخدوا الحكاية، يعني دي وصيتك ليهم؟ من مدة كبيرة، من سنين. لكن الحقيقة صديقي العزيز دكتور خالد منتصر، صديقنا الجميل، بنمس عليه كل طبعا سنة وهو صديقنا، طيب. وعلى الجروب بتاعنا الجميل جروب التنوير، أحلى أحلى هو ناس. أول من بدأ الكلام في هذا الموضوع، وأنا تشجعت جدا وقلت له أنا هعمل أول فيديو حد يعمله أقول إن أنا هتبرع بأعضائي، ولو في ناس بتحبني أو بتثق فيا تاخدني قدوة ممكن تعمل زيي، فممكن ابتدي اساعد انا وغيري وغيري نبدأ. يعني هو المهم ان حد يبدأ. فالحقيقة هو اللي بدأ الموضوع وانا خدت منه الموضوع، عملت بعدها الفيديو عشان اقول انا بوثق ده، يعني مش اكتبها كده خبر، لا انا بقولها صوت وصورة عشان كل الناس تسمع وكل الناس تبقى متأكدة، ان حتى لو عيلتي يعني ما عملوش ده يبقى في العالم كله شهود عليا. انا موثقه ده صوت وصوره يعني. فانا شايفه انها فكره رائعه ومن اهم الحاجات المبادرات اللي انا يعني اهتميت بيها يعني. فكل حاجه انا بقولها انا مقتنعه بيها وشايفه انها خير للناس، ولن التفت للمهاجمين لان انا عارفه اسبابهم. وما فكل دول بتقريش تفاهات ما وليس لهم بتقريش حيثيه بالنسبه ما لي يعني. بتقريش التعليقات طبعا، هي دي لا ميليشيات ما واضحه بقراش خالص تقراهاش والله، احسن ما حاجه. بقرا بجد. فهم اصل انا هقرا يعني في، يعني انا بالنسبه لي لما حد له اهميه او حيثيه او اثق في رايه ودماغه اقرا له طبعا واتعلم منه، ولو في شيء غلط اصلحه، يعني انا مش بكابر وخلاص. لكن في ناس ليس لها اي حيثيه، مجرد الهجوم لمجرد الهجوم.